عايز يا منير؟ بصراحة يا سامي بابا بعتني علشان تيجي معايا البيت. أنا لا يمكن أدخل البيت ده تاني بعد ما طردني منه. اسمع كلامي، الحقيقة بابا في حالة حرجة وصمم إنه يبعتني ليك علشان ترجع معايا. ما تنساش إنه قال عليا بالونة منفوخة. الله، جري يا سامي، ما هو دايما يقول كده ويرجع يفضي كلامه تاني. يا منير يا أخويا، ده ضغط عليا عشان أخلي صبحة تبيع له الطاحونة. بصراحة انت طلعت ندلي في الموضوع ده، ضحكت عليها ووهمتها انك بتحبها وبيعتها لها. يعني كنت عاوز نعمل ايه؟ ما هو كان رافض يساعدني في الانتخابات، ده كان ضغط عليا كمان عشان اخلي راوية واختها تبيع الارض، لكن ضميري لا يسمح بذلك. سيبك من الكلام ده دلوقتي، بابا تعبان جدا ولازم تيجي معايا دلوقتي. اسمع كلامي وقبل ما انسى، عايز عنوان شريف وصفة هما كمان. انا مش عاوز اشوف بابا دلوقتي، انا سقت عليه طوب الارض عشان يصلحني. ده حتى الفرح بتاعي لما عزمته، لا لا لا. اما صفوت بقى فانا طردته من مده كده، كان بيجيني يتلقح جدته عليا عشان ياخد قرشين. طب اديني عنوان شريف. لا شريف عنوانه ما يتوهش. فين؟ في شارع الهرم. نمره كام؟ لا مش نمر، هي كلهم بنمر برضو. على يميلك وانت داخل الهرم، كبريه جنب كبريه جنب كبريه، بص على الكبريات دي كلها، هتلاقي صورة اخوك شريف وجنبه سونيا هشك بشك. هيا
زقزوقي يا بهية يا زقزوقي. ايوه يا زقزوقي يا بهية يا بلاوي يا مصايب. ساعة بندح عليكم ساعة ساعة. تحت امرك يا ست هان. خير خير يا ست هان؟ مش خير. انتوا كنتوا فين وبتعملوا ايه؟ بنوضب الاوض يعني وننضفهم ونغير الملايات. ملايات ايه واوض ايه؟ اوض سي سامي وسي شريف وسي صفوت. اصل يا ست هانم كانوا مليانين تراب كتير قوي. يردموا ترعه يردموا ترعه. ايوه يا ست هانم، ده غير العنكبوت اللي واخد اقامه كامله هناك. وبعدين يا ست هانم دي كانت مكتومه ومكمكمه وريحتها وحشه قوي. فتحنا الشبابيك عشان تتهوى. اصلها بقى لها مده ما اتفتحتش، ما دخلهاش شويه شمس ولا نسمه هوا. انتوا مين اللي اداكوا اذن تعملوا الحاجات دي؟ ودي محتاجه اذن يا ست هانم. اللي هو جايين يرضيكي يلاقوا الاوض كده. ومين قالك انهم جايين؟ بالفهلوه كده يا ست هانم، هيجوا باذن الله. هيجوا يا رب يجوا، اصلهم وحشوني قوي، نفسي اشوفهم واحضنهم وابوسهم. طب ما تروح لهم مصر تحضنهم وتبوسهم هناك وتريحنا من خلقتك. ما ينفعش يا ست هانم اسيب بابا الحاج يموت لوحده. لا مش لوحده، انا جنبه بس هو يعملها. ايه اللي اخر منير ده كله بس؟ ايه الغايب حجته معايا يا ست هانم؟ ايوه بس يكلمني يطمني يقول لي اي حاجه. اطلع اشوف ابا الحاج. خد اللي يطلعك. مين قالك تطلع؟ يعني يكون محتاج حاجه كده ولا كده ولا حاجه كده ولا كده. انا اللي اعملها. انت مالك الا حشره فور من وشي. عدي ابعه براحتك. بقولي يا ست هانم. عايز ايه؟ بقول يعني تقولي البهية تعمل لنا كده تكريم بط على شويه ملوخيه على حبه رز معمر. يمكن البهوات ييجوا يكونوا جعانين ولا حاجه. يا سلام، وش عرفك اساسا ان منير هيلاقيهم ولقاهم؟ ايش عرفك انهم هيرضوا ييجوا ونجم؟ ايش عرفك انهم هيبقوا جعانين؟ ولا انت عايز تدبح عشان تاكل انت وتفصل؟ كاكل قرف. بقول لك ايه يا طفصه، تفتكري البهوات ممكن ما يجوش؟ معقوله؟ معقوله يا زقزوقي؟ يبقى الراجل بيموت ومحدش من ولاده يجي يطل عليه؟ خش. ايوه. ايه في حاجه؟ منير لسه ما رجعش. لا لسه ما رجعش، ده انا حتى يا عمي قلقان عليه قوي. وقلقان عليه ليه؟ عشان بقاله كتير ما نزلش مصر. طب يعني هيحصل ايه؟ هيتوه ولا حد هيخطفه؟ قلقان على جوزي، عايزه اقلق عليه شويه. انت كمان مش عايزني اقلق على جوزي؟ اول مره يبات بره البيت. اذا كنت انا ابوه مش قلقان عليه تقلقي انت عليه ليه؟ ثم اسمعي، انت مالكيش حاجه في البيت ده غير كلمتين: نعم وحاضر، وحاضر ونعم، ونعم وحاضر. حاضر ونعم، ونعم وحاضر. بس انا ممكن اعرف انت بتعاملني كده ليه؟ ده انا مراتي ابنك، ده انا مسخره لخدمتك، مسخره لخدمتك. ده شرف عظيم ليك انت واهلك انكوا تناسبوا عيلة الزعزوع. لولا منير هو اللي غبي كنت عاوز اجوزه من عيلة الصهايجة، كان بقاله دلوقتي يعني عنده 200 فدان و584 بقرة وجاموسة. لكن قال ايه؟ حبك. حب فيك ايه؟ مش عارف. حب كله، كله على كله. ولما تشوف منير بقى قوله، وانا كمان هقوله يرحمني بقى من العيشة دي كفاية. طيب اما يجي منير انا هكلمه واشوف ازاي هو يقدر يستغنى عن ورث ابوه اللي هينفعه في مستقبله ويسمع كلام واحده زيك يا بنت المنجد. انت كل شويه بنت المنجد بنت المنجد. هو ايه الذل والمربطه اللي انا فيها دي؟ ده الواحد ياكلها بدقه ولا انه يعيش هنا. ليهم حق اولادك؟ ليهم حق اولادك يسيبوك كده عايش لوحدك كده هو سنجل كده؟ لا ما سابونيش، انا اللي طردتهم عشان ما فيش واحد فيهم عاوز يبقى زيي. زيك؟ زيك ازاي؟ هو انت ليك زي؟ بقالنا ثلاث ساعات مستنيين، هنفضل واقفين لغاية امتى؟ انا مش عارفة سمنير اتأخر ليه؟ منير ولا سامي؟ يا اختي بقى ده وقته، مش بيومي قال قدامك ان منير راح يجيب اخوته من مصر؟ تفتكري سامي له عين يجي بعد اللي عمله؟ ما يجيش ليه يا فلح؟ بلده وناسه واهل داريته. الكلام ده كان زمان قبل ما ينجح في الانتخابات، لكن دلوقتي قاعد على الكرسي وباع ناسه وداس على اقرب الناس ليه. بقول لك ايه يا راوي،
انا مش جايباكي معايا عشان تقلبي عليا المواجع، انا بقولك اهو. ما هو ما سبنلاش يا اختي غير المواجع، ولا عارفين ناخد حق ولا بطل مع زعزوع. يا بنت سامي ما انكرش ان ابوه عمل الملعوب ده، وهو عارف ومتاكد، بس هو كمان اتخانق معاه عشاننا ويرجع لنا حقنا. ولما هو عارف ان ده حقنا ما رجعهوش هو ليه؟ يا بنتي هبل، ما قلت لك ابوه طرده من البيت، افهمي بقى. ونسي ناسه واهله واتجوز وساب البلد خالص. ما هو مدام سامي جاي يبقى هيتصالح مع ابوه، يبقى في امل يرجع لنا حقنا عشان ما ابليس في الجنه. وبعدين معاكي. طب انا المره دي بقى لما يجي سامي همسك فيه، ومش هسيبه الا ما اشوف له حل في الموضوع ده. اوكي يا روحي، اوكي اشوفك بعدين. ثانك يو، باي. ايه يا سامي، انت مش هتنام ولا ايه؟ مستني لما تخلصي صفقاتك وتليفوناتك يا هانم. هو ده مش شغلي واكل عيش يا سامي. عيش؟ هو انت بتاكلي عيش؟ ده انت بتاكلي مارون جلاسيه يا هانم. معقوله هتنقع عليا؟ انا وامنعك انك تدخلي اسمي كنائب محترم في صفقاتك المشبوهه دي. انا برضو لصفقاتي مشبوهه؟ اسمع عليك يا سياده النايب، يعني صفقاتك كلها لوجه الله والوطن. اوعي تجيبي سيره صفقاتي، فاهمه ولا لا؟ اوعي تشوهي سمعتي. وانا برضو يهون عليا اشوه سمعتك يا حبيبي؟ طب ده انا حتى كل ما بقعد مع اصحابي من رجال الاعمال بنفخ فيك واقول جوزي ده لا مؤاخذه راجل نضيف وشريف، ولا عمره لا بيقبل لا رشوه ولا هدايا. انت بتلقحها يا هانم؟ انت اللي بتبالي رشاوي وهدايا. شوف يا حبيبي، انا بضحي قد ايه بسمعتي عشانك. كلام فارغ، الصحافه لو عرفت هتفضحني. يا حبيبي محدش يقدر يفضحك ابدا. طب ده انت بسم الله ما شاء الله علاقاتك كتيره والناس كلها بتحبك وتتمنى تخدمك. الا قولي، هو مين اللي جه النهارده واخدت وقعدت تودد معاه كده على جنب؟ فكرتيني يا هانم، ازاي تعاملين المعامله الوحشه دي قدام اخويا؟ اخوك؟ هو اللي جدع اخوك؟ ايوه اخويا، باشمهندس منير. طب ما انتوا عندكم في العيله اهو شهادات عليا. نعم. انت فاكره انت بس اللي معاكي شهادات عليا ولا ايه؟ طب ليه ما عرفتنيش عليه او حتى مسكت فيه على الغدا؟ ما انت شخطتي فينا احنا الاثنين. كانت معايا مكالمه مهمه جدا، بس ايه ترى سبب زيارته لينا؟ والله هو عاوز ياخدني عشان ازور ابويا، ابويا تعبان شويه. هو صحيح انا زعلانه من اونكل ابي عشان ما جاش حضر فرحنا، بس ده مهما كان ابوك لازم تروح تشوفه، ولا تحب اروح معاك؟ لا 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 مش مهم، بس اهل الكفر مش عاجبيني ابدا، انا ممكن الغي الزياره دي خالص. طب هو اخوك منير راح فين؟ راح يشوف اخويا شريف. مسكور يا الله اللي هنا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. سيادتك حاجز؟ نعم. سيادتك حاجز؟ لا مش حاجز. احب اعمل لك ترابيزه على الفست. على الفست على اي حته مش مشكله. معاك ضيوف؟ لا انا لوحدي. بس لو قعدت على البيت لازم انا افتح لك. ومال؟ افتح لي ازازه ميه غازيه. لا افتح لك ازاز، نظام هنا كده. ازازه. ان شاء الله. اصل انا مش زبون. ما سيادتك ايه؟ مباحث؟ لا مباحث ايه؟ انا اخو شريف. شريف مين؟ المطرب اللي بيغني عندكم هنا. اه جوزتوني الرقاصه. طب اتفضل اتفضل. اتفضل. تشرب ايه؟ قهوه مظبوط. احب اجيب لك كوبايه حليب تشربها قبل ما تنام. خفه دمك خفيف. صدق عمود عمود في بتاع. اجري هات قهوه. ماشي يا باشمهندس. وقت اللي بتضحك دي قهوه على حسابي. اتاخرت عليه؟ ايوه. شريف اللي غيرك كده؟ لا انا مش شريف. امال مين؟ انا هبه. وكمان غيرت اسمك؟ خير يا هبه؟ هتعزمني على ايه؟ بمناسبة ايه؟ عيد العمال. عيد العمال؟ ايوه. لما اخد المنحة هبقى اعزمك. تعزمني؟ اتفضلي، هبقى اجيب لك كوباية لبن تشربيها قبل ما تنامي. يا سم يا نغزة اوعي. ايه ده؟ هتعزمني على ايه؟ متأخرتش عليك يا شريف. اوعي يا جدع. انت اخويا اخوك هجيبه لك لغايه هنا.
يا استاذ شريف خلي مراتك تبعد عني. من فضلك يا استاذ عاشور، مراتي ما غلطتش انها تطلب حقها. ولو ما ادتني حقي حنط في كرشك واطلع قلبك واعمله نداغه. يا فنانه يا كبيره يا عظيمه، المفروض ملفظك تكون ارقى من كده شويه. عجبك الكلام هذا؟ بس يا سونيا من فضلك يا استاذ عاشور لغايه كده بقى كفايه. مش كفايه ان احنا بنتنهب في المحل ده عيني عينك؟ لو مش عاجبك في مليون محل عايزنا وانت عارف كده كويس. استاذ شريف، استاذ شريف. ايوه. في دفع عاوزك. مش عايز اقابل حد دلوقتي. بس ده بيقول ان اخوك. اخويا؟ منير. واحد قهوة لو سمحت. منير. شريف اخويا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا شريف. الله يخليك. اخبارك ايه؟ وحشني قوي. وحشني قوي. ازيك يا ازيك يا شريف؟ بتبص على ايه؟ لا تعال اقعد بس قول لي. الوصلة دي كويسة. ازاي؟ قول لي انت عرفت مكاني ازاي؟ دخت عليك علشان اوصل لك، ما عرفتش اوصل لك ابدا. بس اول ما قلت عايز والسونيا الرقاصة كلهم دلوني على مكانك. بالك لو أبوك عرف بأنك متجوز رقاصة كان يموت بالهزة. قصدي بالسكتة. ممكن نقفل على الموضوع ده؟ دي حياتي وأنا حر فيها. على أمي مش هو ده الموضوع اللي أنا جاي لك فيه. أمال جاي ليه؟ أبوك عايز يشوفك. أنا مش عايز أشوف حد. أبوك بيطلع في الروح يا شريف وعايز يشوفك. أبوك يا ما ظلم ناس، فاهم يعني ايه؟ ادعي له ان ربنا يغفر له ويسامحه. ربنا يسامحه، بس هو دلوقتي محتاج يشوفك. استغفر الله العظيم يا رب قبل ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. اخيرا افتكرني. افتكر ان ليه ابني عايز يشوفه بأمارة ايه؟ وسيادتك تشوف الشمس وتسمع الديك وهي بتدن والكلاب وهي بتهوهو والمعيز كمان وهي بتنقنق. انت يا بابا اصل الحقيقه ولا ولا القمر ولا القمر ولا خلى قلبي في حاله ولا القمر ولا خلى قلبي في حاله ولا القمر ولا يا ام عيون مياله خلت قلبي في حاله يا ام عيون مياله خلت قلبي في حاله نفسي اقولك علي في قلبي ومش محتاجه ولا قولها باي ولا 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 القمر ولا 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 القمر ولا خلى قلبي في حاله ولا القمر ولا خلى قلبي في حاله ولا القمر ولا 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 القمر ولا 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 القمر ولا خلى قلبي في حاله ولا القمر ولا خلى قلبي في حاله ولا القمر ولا يما عيون واخداني للحب وشغلاني يما عيون واخداني للحب وشغلاني كل ما قرب هي تقرب منهم ياني قرب مش رح سيبك تاني ولا ولا ولا
ولا القمر ولا 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 القمر ولا خلى قلبي بحالة ولا ولا القمر ولا خلى قلبي بحالة ولا ولا القمر ولا دايما الفرحة عم زوابع. الله يبارك فيك. أسعدتنا. الله يخليك. ازيك يا سلمى؟ نورت الديرة يا دكتور. الله يخليكم. الله يخليكم يا جماعة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. والله صوتك مليح قوي يا خال. ليش مستعجل وبدك تروح؟ والله أنا بحب أبقى في وسطكم بس أنا عندي مواعيد كتير قوي. ما تخلي غيابك يطول يا جميل الطلعة. بنشتاق لغناك وصوتك الحلو. ربنا يخليكم. هشوفكم تاني على خير. على إذنكم. قدامك سكة كلها نار وقلبك رايح في سكة مالها نهاية. ليش هذا يا سلمى؟ انت بتقري الوضع؟ لا بقرا عينيك اللي طالع منها الشرق يا عيوني. بقول لك يا سلمى ابعدي عني وما تزودي ناري. ما هو طول ما هو بيغني وشواهي بترقص ونارك بتزيد. مو شواهي بس اللي تحب صوتها، هذا خطف قلوب بنات القبيلة كلها. عجبك الفضايح اللي بتحصل هذه يا عم زوابع؟ ايش فيك يا مهاود؟ مالك؟ جاي مثل الريح. الواد الدكتور اللي بيغني هذا مو عاجبني لزقته فينا. نروح فرح نلاقيه في دلنا، نروح مولد نلاقيه ورانا. هذا يا ابن الحلال شاب غاوي مغنى وصوته حلو مثل ما سمعت. ايش اللي بيجيبه عندنا؟ هذا غريب عننا. اذا انت قلت غريب عننا يعني واجب اكرامه، وهذا من عين اعيان البلد، تدري من عائلة الزعازيع. ما هو عشان هذا مو داخل دماغي مشيه عندنا. لا تشغل بالك يا ابني يا مهاود، وبعدين احنا ما شفنا منه شر. والله انا قلبي مو مطمن، ويا ريت نحدد معاد جوازي من شواهي. كان نفسي اقعد معاكوا اكتر من كده لكن مضطر اروح، الفجر قرب يطلع، وبعدين ابويا لو ما لقانيش هتبقى مشكله. وليش بتيجي هنا عندنا في الديار ما دام ابوك بيزعل منك؟ انا معاكوا بلقى دنيتي، بلقى كل حاجه حلوه. على فكره انا بحب المزيكا قوي ودي حاجه بتجري في دمي، وكان نفسي ادخل معهد الموسيقى لكن ابويا اصر اني اخش كليه الطب. ومالها كليه الطب؟ تبقى دكتور ويقول الدكتور راح الدكتور جه الدكتور راح الدكتور جه. مش مسألة الدكتور راح ولا جه، المسألة مسألة اني مش هبقى دكتور ناجح. وبعدين تخيلي ابويا عايزني اخش كلية الطب عشان بس اديله حقن عشان يوفر. يعني المغنى والمزيكا هما بس اللي عاجبينك؟ عاجبني قوي قوي، دي حاجة بحبها، حاجة بتجري في دمي واحساسي. فهمت، يعني انت بتيجي هنا عشان المغنى والمزيكا وبس يا دكتور. بذمتك احساسك بيقول لك كده؟ شواهي انا باجي هنا عشانك، انا قلبي متعلق بيكي قوي يا شواهي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. عيب يا دكتور، قولها كمان. شواهي انا قلبي متعلق بيكي قوي وبحبك قوي. احنا شواهي عندنا عرف وتقاليد ان ما نزوج بناتنا لغير اولادنا، يعني البنت لابن عمها. انت تعرف مهاود اكتر مني، انسان ظالم وقاسي وبده يبقى زعيم القبيله. ما هي مسرها ليه يا بنت الحلال؟ اخوي ابن المقفع المفروض انه يصير شيخ القبيله من بعدي، لكن انت تعرفين اخوي صحته في النازل، وانا شايف يا بنت الحلال ان مهاود حيصير سند ليكي. عم زوابع مع حق يا شواهي، وما حدا يقدر يقف قدامي مهاود. ولا بدك تشعليها نار وما حدا يقدر يطفيها يا خيتي؟ أنا بنت الحلال رجال كبير ورجلي زي ما يقولون والقبر، أريد أطمن عليك، مناي أني أزوجك قبل ما أموت يا بنيتي.
للحقيقة أنا اضطريت أسافر اسكندرية عشان عندي امتحان مهم جدا، وكنت لازم أخد محاضرات من واحد صاحبي، وبناء على أوامرك بقى الكتب غالية، وحضرتك قلت لي استلف الكتب من صحابك وما تشتريش حاجة. أيوة ده حصل. وبعدين يا بابا بناء على أوامر حضرتك اضطريت أسافر استلف الكتب من صاحبي ده، وبعد ما هذاكر فيهم عشان الكتب غالية هرجعهم بقى، وعملت اللي حضرتك قلت لي عليه. طبعا كده هيبقى أفيد وأرخص كمان. وما دام سافرت وصرفت مصاريف حاول الحاجات اللي انت جبتها دي، النسخ اللي انت جبتها دي تطبع منها كم نسخه وتبيعهم هنا عندنا في البلد. حاضر يا بابا، حامل بنصيحتك. حاضر. طيب هي فين الكتب والمحاضرات اللي انت سافرت واسكندريه عشان تجيبها؟ ها؟ فين؟ اصل وانا جاي بابا في الميكروباص الناس قاعده تتكلم في الكوره وفي الفن فنسيتهم. طلع خايب زي امك. يا بابا على اذنك، ما حضرتك اللي غصبت عليا اخش كليه الطب. طبعا تخش كليه الطب عشان لما تخرج تديني حقن. يا بابا انا مش عايز ادي لحضرتك حقن، وانا مش بحب كليه الطب. ان شاء الله ما حبيتها. امال بتحب ايه يا دلوعه امك؟ يا بابا انا بحب الموسيقى، بحب المزيكا والغنى، وده حاجه بتجري في دمي. اخلص يا كلب، عاوز تجيب العرض عند الزعزيع ويبقى فيها زعزوع منحرف مزيكاتي. ما تخافش يا بابا، انا هبقى مزيكاتي مثقف، هخش المعهد وهتبقى معايا شهاده عاليه. ولو هتبقى برضه في نظر الناس صبي عنا. صبي عنا؟ ايوه. بس هشتغل الحاجه اللي مصدقها ومؤمن بيها. ولازم تعرف يا بابا بعد اذنك ان انا حولت ورقي من كليه الطب لمعهد الموسيقى. كده. ولازم تعرف بقى حضرتك ما دام عملت كده يبقى انت لا ابني ولا اعرفك، ومش هتخش بيتي بعد كده، ومحروم من الميراث، ولو مت وجيت تقرا الفاتحه عليا هكسر رجلك، ومن دلوقتي اطلع بره بره بره، اطلع بره اطلع بره يا بابا بره. يا دكتور يا دكتور. اهلا يا سلمى، ازاي؟ وين رايح يا دكتور؟ ابدا، جاي اسلم عليكم عشان ان شاء الله نازل على مصر. سلامك وصل يا دكتور. سلامك وصل؟ يعني ايه؟ يعني روح ما ترجع هنا تاني، انت بتخايف على عمرك. ايه الكلام الغريب ده؟ انا باجي دايما لعم زوابع وهو على طول بيرحب بيا. بس من اليوم ما حدا هيرحب بيك. انا مش فاهم يعني ايه؟ يعني شواهي من الليله هتتجوز مهاوت. وهي موافقه على كده؟ احنا عنا عرف وقانون، ما نعطي بناتنا غير لاولادنا، يعني البنت لابن عمها. طب انا لازم اشوف شواهي. شواهي؟ كيف تشوف شواهي؟ مهاود ناويلك على الشر، لو شافك في ديارنا هيقتلك. أرجوك يا سلمى أرجوك، أشوفها حتى لو لخمس دقايق بس. يبقى استخبى هنا ورا الخيمة. لحسن لو حدا من رجال مهاود لمحك هتكون نهايتك يا زين الشباب. لا يبقى بلاش هنا، امسكي. هتعمل إيه؟ مالكيش دعوة. يا دكتور يا دكتور. حق بالكم يا بنات، اتركوها لي ابغى انا اجهزها. عقبالنا يا رب. والله خطفت زين الرجال. يا ويلي على حظ المايل، لا لي ابن عم ولا لي ابن خال. شريف مالها؟ جرى له شيء؟ لا، ينتظرك عند البير، يريد يشوفك الحين ضروري. ومهاود؟ مهاود نزل على البندر يشتري لوازم العرس. والعيون اللي تاركها تراقبني. لا تخافي يا شواهي، أنا العيون. مهاود طلب مني ما فارقك وأنقل له كل أخبارك. اخرجي من باب الخيمة اللي في الخلف، اوعي تتأخري، أحسن مهاود يرجع وما يلقاكي. شواهي، أنا عايز أتجوزك يا شواهي. يا لهوي، بس سلوا أهلنا وقبلتنا البنت لابن عمها. شواهي أنا بحبك وانتي بتحبيني، وبعدين بصراحة أنا كنت جاي أقولك إن حصل خلاف بيني وبين بابا وحضطر أنزل مصر وهشتغل هناك مطرب. مطرب؟ والدكتورة إيش رح تعمل فيها؟ مفيش أجمل من إن الواحد يشتغل الحاجة اللي بيحبها. وبعدين يا شواهي أنا طموحي كبير قوي، إن شاء الله هبقى فنان وليا قيمتي، وعشان كده جيت أخدك معايا عشان نتجوز ونبقى سعداء ونحقق طموحنا أنا وانتي. Thank you.
شواهي تأخرت قوي يا عمي. استهدى بالله يا ابن الحلال، واحدة في ليلة عرسها بتتزين. يا عمي استعجلها، المأذون عايز يمشي. صبر يا ابن الحلال صبر، كلها دقايق وتصير زوجتك. أنا بروح أستعجلها. صدقني يا شريف ابوك حنين، بس هو اللي طبعا مين حيشهد له غيرك؟ ما انت ابن ابوك. وماله لما ابن ابويا ورعيه في كبره وفي سنه ده؟ وانت نسيت لما كان في شبابه مطلع عينينا كلنا وبيذلنا كلنا؟ نسيت عمل ايه في امك؟ نسيت ان بهدلها قد ايه وذلها قد ايه؟ الله يرحمها ويرحمنا ويرحمه هو كمان. يلا يا شريف قوم معايا بقول لك. ريح نفسك يا منير، انسى الموضوع ده، انا مش حاجي معاك، انا مرتب حاجات كتير قوي في دماغي ومش فاضي للموضوع ده. يا اخي ما يبقاش قلبك اسود. مش مساله قلب اسود، انت ما اتمرمطت زيي ولا اتشردت زيي يا منير، جرى لك ايه؟ انت اللي غلطت، انت اللي خرجت عن طوع ابوك. ايوه سبت كليه الطب وكان زمانك دلوقتي دكتور، بتبني البلد كلها حقن بدل ما انت جاي تدفع نقوط هنا وترقص وتغني والفن والكلام الفارغ ده. يا اخي صوتك، انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت متعلم ومثقف عيب كده؟ انا ده الفن دي اجمل رساله في الدنيا، وبعدين بكره هثبت لك انا حبقى ايه بدل ما تقعد تصيح لي كده في وسط الناس. طب يلا خلاص، يلا بدل ما هزعق والم عليك الدنيا، يلا تعالى. مش هاجي معاك، وطي صوتك خالص. انا اخترت انا ومراتي طريق معين وهمشي فيه، وانا مؤمن بيه اخي ومصدقه، مش عايز ابقى دكتور ودي حقن وهباب. اسمع الحق يا استاذ شريف الحق، مراتك ماسكه رجل كرسي وكلت دراع الرقاصه. كلت دراع الرقاصه؟ ايوه. معانا بيقول لك كلت دراع الرقاصه. خص عليك كمان ما بتاكلهاش. عشان كلت حتة لحمة من دراعها؟ انت بتسألي؟ ده هتاخد علاج اكتر من 21 يوم، انا نفسي تلم اسنانك اللي زي المبرد دي دلوقتي. بقيت تتنور عليا يا دكتور؟ بقيت تستقر مني؟
انا ما ضربتك على يدك وقلت لك تجوزني، انت اللي جيت وحفيت وبست يدي ويد بوي عشان يوافق اني اتجوزك، وخلتني اسيب اهلي وعاشرتي. ليه الكلام ده؟ ليه مناسبته الكلام ده؟ مش انت اللي هربت وسبت الدنيا عشاني؟ وبعدين دلوقتي ده مش موضوعنا، احنا بنحب بعض واتفقنا ان هنعمل كياننا هنا في البلد دي، وبعدين اديك شايف الحمد لله انت نجحتي وانا بنجح معاك وهنبقى زي الفل. انا كل اللي يهمني نجاحك انت يا دكتور. يا سونيا انا نجاحي مش هيبقى هنا في الكباريه، انا طموحي اكبر من كده بكتير، انا هنا بس عشان اخلي بالي منك واحميكي. ربنا يخليك ليا يا جوزي يا سابعي يا تيسي. تيسي؟ تيسي ايه بس يا معزتي الحبوبه؟ يا حبيبه قلبي انا ليا طلب واحد، ما تتخانقيش مع زمايلك ومن فضلك ما تعضيش حد. بس سلو اهلي وقابلتي اللي دوسلي على ده. يا حبيبتي سيبك من سلو اهلك وقابلتك بقى دلوقتي، ركزي في اللي احنا بنعمله عشان ربنا يكرمنا. يا حبيبتي انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ هو انا كل ما اقول لك كلمتين نصيحه تقلبيهم نكد وعياط؟ عمرك ما كنت بالقسوه هذه يا دكتور. دي مش قسوه. طب خلاص خلاص حقك علي ما تعيطيش، خلاص انا اسف. يبقى مقابلتك لاخوك هي اللي غيرتك اكيد عيرك بيا. لا طبعا اخويا ما كانش جاي عشان يعيرني بيك. امال كان جاي ليش؟ كان جاي في موضوع كده، كان عنده مأمورية شغل وبعدين قلب المرة يعدي يطمن علي. وعارف ان انا وانت. ايوه عارف ان انا وانت، وعارف كمان ان انت ارتحتي. يبقى هذا هو اللي قلبك علي. والله ابدا، ده انا ما سمحتش لابويا ان يرسم لي حياتي، هسمح لاخويا ان يعرفني الصح من الغلط. طب ليش اخوك ما ظهر من يوم ما تجوزنا وسبت اهلي وعشيرتي؟ يا حبيبتي منير اخوي عنده مسؤوليات كتيره قوي، هو اللي مسؤول عن ابويا والارض وكل حاجه. هو ابوك لسه عايش لهالحين؟ يا ساتر يا رب، بعد الشر عليه. لسه عايش، ربنا يديله الصحه. لا ما اقصد يعني، لكن يعني انت بتقول لي انه راجل كبير وصحته على قده يعني وانه قرب يخلص. ربنا يديله الصحه، تخيلي شويه الصحه اللي فاضلين له دول لسه عايش وبيفتري بيهم كمان. تعرف يا دكتور انا اهلي وعشيرتي. يا دي شويه الخش والمعيز اللي مسمياهم لاهلك وعشيرتك. صباح الخير يا صبح. انت ايه اللي صحاكي؟ مش لسه بدري على ميعاد شغلك؟ وانت فاكراني نمت؟ انا حاسه بيكي يا اختي طول الليل جنبي بتفركي. الا قولي سامي جه ولا لسه؟ استغفر الله العظيم يا رب، زي اللي مالكيش سيره غيره. هو احنا يا اختي اللي نبات فيه نصبح فيه؟ هو احنا بقى عندنا حاجه تانية غير سيره سي سامي والطاحونه؟ اللي على قولتك يا اختي، هو جه ولا لسه؟ والله يا اختي اختفى رجلك لغايه دارهم، وشوفي اذا كان جه ولا لا، ممكن يكون جه في انصاص الليالي علشان ما حدش يشوفه. قلبي بيقول له انه هنا. اصلي مش معقوله يعني ابوه يكون عيان وبيطلع في الروح وما يجيش يطل عليه. ده لو كان عنده قلب اصلا. بس اكيد بيومي هو اللي هيعرف ان كان جه ولا لا. خلاص اختفي رجلك لغايه بيومي، بس خدي بالك ده راجل غلس وبيلقح عليك انت وسامي. هو برضه كتر خيرك يا اختي. مش هي دي الحقيقه؟ ما هو عارف ان انت بتحبيه ورغم كده طلبك للجواز. تفتكري يعني جاب دعوه الفرح دي وجالك ليه؟ بقول لك ايه، خليكي في حالك، لو كان بيومي ده اخر راجل في الدنيا انا مش هتجوزه يا راوي. يا صبحه يا صبحه، الرجاله حوالينا كتير. يا ست انت عايزه مني ايه الصبح؟ سيبيني في حالي يا راوي، انا عايزه عنس، انا مش عايزه اتجوز يا اختي. يا صبحه يا اختي انا خايفه عليكي. استغفر الله العظيم، سمي ده هضيع لك حياتك كلها. يا راوي صدقيني انا ما بقتش بحبه، انا بكرهه. انا اللي بيسهرني ومشايلني الهم حاجه واحده، انا بفكر ازاي ارجع الارض والطاحونه.
كافر كافح وعافر وجوابك راح تقرا حروفه راح تقرا حروفه دنيا كعيشها ولا تنعيشها المكتوب هتشوفه هتشوفه المكتوب هتشوفه يسعى وسافر كافح وعافر وجوابك راح تقرا حروفه